لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المات تي في. يدخل فريق الرجاء الرياضي غمار منافسة كأس العرش للموسم الجديد حينما يلاقي ضيفه نادي الوداد الفاسي برسم الدور 32، ويسعى فريق الرجاء الرياضي لتحقيق الانتصار والتأهل للدور المقبل من مسابقة كأس العرش على حساب نادي وداد فاس، ولن تكون مهمة النادي الأخضر صعبة لتجاوز خصمه خلال المواجهة نظرا للفوارق الكبيرة بين الفريقين. من جهته يسعى نادي الوداد الفاسي لتحقيق المفاجأة رغم صعوبة المواجهة ضد نادي الرجاء الرياضي من أجل التأهل للدور 16 من مسابقة كأس العرش. وتجرى مباراة الرجاء الرياضي وضيفه نادي الوداد الفاسي يوم الجمعة 1 يناير انطلاقا من الساعة 7:30 مساء على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك برسم مباريات الدور 32 من كأس العرش.